بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو ناخد أول درس في ميكانيكا مواع اللي هنا الخواص الفيزيائية ليش للمواع. شنو هن الخواص الفيزيائية للمواع؟ عندك رقم واحد الكثافة، تمام؟ الكثافة اللي هي الرو شنو تساوي؟ ام على في. الام اللي هي شنو؟ الكتلة، والفي الحجم. نجو هانية الام، لان شنو هي عبارة عن شنو؟ الكتلة. وشنو وحدة الكتلة؟ معروفة الكيلو جرام. فالوحدات مهمة. بعدين ثاني حاجة حنجو الحجم، الحجم اللي هو شنو؟ الحجم شنو وحدة متاعه؟ متر مكعب. الحجم اللي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن اريا، مساحة في ارتفاع، اللي هي هنا مساحة، مساحة وهنا ارتفاع، هنا تمام، مساحة في ارتفاع. مساحة، المساحة شو الوحدة متاعها؟ متر مربع، وارتفاع متر، متر مربع في المتر يعطيني متر تكعيب. ثاني حاجة في الخواص الفيزيائية للمواع عندها شنو؟ هل هي الوزن، الوزن النوعي. شنو قانون الوزن النوعي؟ الوزن النوعي اللي هي القامة. القامة شنو تساوي؟ الوزن على الحجم. فالحجم عندي هنا مهم، الوزن اللي هو شنو يرمز له؟ بالدبليو على الحجم الفي. هنجيب الدبليو اللي هي قلنا الوزن، الوزن على شو الوحدة متاعها؟ الوزن بشو وزن؟ بالنيوتن على الحجم. الحجم شو الوحدة متاعها؟ قلنا متر مكعب، تمام. نجو ثالث شيء، ثالث شيء اللي هو شنو؟ الحجم. ثالث شيء الحجم النوعي، تمام. ثالث حاجة الحجم النوعي اللي هو ديرو في، في ديراك في صغير. الحجم النوعي اللي هو عبارة عن شنو؟ عكس معكوس الكثافة، في على ام اللي هو الحجم على الكتلة، تمام. نجو رابع شيء القواس الفيزيائية للمواع. رابع حاجة، رابع حاجة عندي شنو؟ الثقل النوع اللي هو سبيسيفيك جرافيتي اللي هو سي جي. شنو قال لك؟ هو عبارة عن كثافة أي مادة على كثافة المي، اللي هي الرو ار، هذه صغيرة سمول هكي، اللي هي كثافة أي مادة على كثافة شنو؟ رو دبليو اللي هي كثافة الماء. ودائما كثافة الماء كم تساوي؟ ألف كيلو جرام على متر مكعب، ثابت هذا. وعندك كثافة الهواء، تمام، تمام. عندك أول حاجة قلنا خواص الفيزياء المواع، اللي هنا أول حاجة عندي الكثافة. الكثافة تساوي الرو اللي هي كثافة، قلنا الام على الفي، الام كتلة، الفي حجم، تمام. قلنا الام عبارة عن كتلة، ركز معي شوي، عبارة عن كتلة اللي هي، والفي اللي هي الحجم، تمام. اللي هي الام كتلة، شنو وحدة الكتلة؟ دايما عندك كيلو جرام، والحجم متر مكعب. فعندي مهم جدا الحجم. الحجم عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن مساحة، الحجم عبارة عن مساحة في ارتفاع، اللي هي مساحة. نجي المساحة واحدة شنو؟ دائما متر مربع في الارتفاع، واحدة متر، متر مربع في المتر يعطيني متر مكعب. فواحدة الحجم دائما شنو؟ متر مكعب. ثاني حاجة في الخواص الفيزيائية المواع هو الوزن النوعي. الوزن النوعي اللي هو القامة. القامة شنو قال لك؟ عبارة عن الوزن اللي هو دبليو، دبليو على في. دبليو وزن تقاس بالنيوتن، على الفي تقاس بالمتر مكعب، تمام. ثالث حاجة في الخواص الفيزيائية المواع اللي هو الحجم النوعي.
حجم النوع يرمز لنا قلنا في مائلة هكذا، اللي هي عبارة معكوس الكثافة الام على الفي، ام اللي قلنا كتلة على الحجم، تمام على الحجم. هنجو نمشو رابع حاجة، هناخذ الثقل النوعي. الثقل النوعي اللي هو specific gravity، قلنا specific gravity اللي هو كثافة اي مادة على كثافة الماء، على كثافة الماء دائما وحدة، وشو الوحدة متاعها؟ ليس له وحدة، عليش لان الكثافة شن وحدته؟ كيلو جرام، فركزوا عليه الحاجة هذه، على المتر مكعب. وكثافة المية كيلو جرام على المتر مكعب، فالكيلو جرام على المتر مكعب يعدي من الكيلو جرام على المتر مكعب. فالثقل النوعي دائما ما عندش وحدة. فقلنا حناخذ اول مثال كما موضح امامكم، اول مثال نبدأ بشوية بشوية. المثال الأول صفحة 67، حتلقوا مذكرة موجودة عندكم. قال لك اسطوانة أبعادها كالآتي: قطرها الداخلي 2 سنتيمتر وارتفاعها 4 متر، ملئت بزيت حتى ارتفاع 3.6. إذا علمت أن كتلة الزيت تساوي 9772 كيلو جرام، فاحسب كثافة الزيت. فنجول المثال شوية بشوية، تمام؟ قال لك اسطوانة، هذه الاسطوانة، تمام؟ قال لك قطرها الداخلي، دائما شنو نوضح الكلام، نرسم رسم 2 متر وارتفاعها 4 متر، ملئت بزيت، هذا زيت عندي، حتى ارتفاع 3.6 متر. نبدو بشوية بشوية نكتب المعطيات. المعطيات شن قال لك؟ قال لك اسطوانة أبعادها كالآتي: قطرها الداخلي، أعطاك القطر اللي هو دي 2 متر، تمام، وارتفاعها اتش تساوي 4 متر، ملئت بزيت، هذا اتش الأول، أنا اتش 2 متاع الزيت، ركز على هذه 3.6 متر، هني في المذكرة تلقاها سنتي وخلاها متر. قال لك إذا علمت أن كتلة الزيت أنت شنو هذه الزيت، كتلة الزيت كم تساوي 9772 متر. قال لك فاحسب الكثافة، يبي كثافة شنو؟ لكن كثافة الزيت، ركز على الكلام هذا. لما نبي الكثافة شنو المجهول؟ بحث المجهول. المجهول عندي شنو؟ الكثافة. الكثافة شنو تساوي؟ كقانون تساوي الام على V، تساوي الكتلة على الحجم. فنجي نبحث المعطيات بتاع الام عندي ولا ما عنديش. عندي هي الفي، نبحث نقدر نجيب الفي، نقدر نجيبها. فنجو هنا نقول الفي شن تساوي، ركزوا بشوية بشوية، الفي شن تساوي؟ قلت لكم تساوي الاريا في الارتفاع، اللي هي المساحة في الارتفاع. المساحة الشكل اللي عندي اسطوانة، المساحة معناتها مساحة الاسطوانة اللي هي شنو تساوي؟ باي دي تربيع على 4. الباي معروفة 3.14، والدي عندي هي القطر 2 تربيع على 4، 2 تربيع تساوي 4، 4 تعدي مع 4 يعطيك الناتج 3.14، تمام. شنو الوحدة؟ متر مربع. نجو بعدها هنجيبوا الحجم. الحجم شنو نساوي؟ قلنا الاريا في الارتفاع، اي وردي جبتها، والارتفاع عندي، لكن ارتفاع شنو؟ ارتفاع الزيت، لان شنو المطلوب عندي؟ يعني هي كثافة الزيت. لو قال لك ان المطلوب كثافة الاسطوانة حتقول 4 متر. المساحة تساوي 3.14، تمام، ضرب الارتفاع، ارتفاع شنو؟ ارتفاع الزيت، ما ناخذش الارتفاع الكلي، ناخذ ارتفاع الزيت اللي هو 3.6، نضربوه مع بعضنا بالآلة الحاسبة هيعطيني 11.3 متر مكعب. فهني جبنا الحجم. نفس السؤال، شو مطلوب مني؟ مطلوب مني الكثافة. الكثافة شن تساوي؟ قلنا ام على في، الام وردي عندي اللي هي هذه الكتلة 9772 على الحجم اللي جبناه تو 11.31، هيعطيك الكثافة متاع الزيت 8864. شن الوحدة متاع الكثافة دائما؟ لأن الكتلة حتى تبقى كيلو جرام، مهمات الوحدات
على المتر مكعب. فهذا أول مثال عندنا. فالمثال الأول واضح جدا وبسيط، هنخش على المثال الثاني كان موضح قدامكم بالصورة. تمام، شن قال لك؟ قال لك خزان مع على هيئة متوازي المستطيلات. فإذا كان الارتفاع الخزان تنفسرها وحدة وحدة، بسيط جدا، مثال بسيط وسهل. فإذا كان ارتفاع الخزان يساوي عرضه والعرض يساوي نصف الطول، ملئ بماء كثافته 1000 كيلو جرام على المتر المكعب، وكانت كتلة الماء تساوي 6750 كيلو جرام، فاحسب أبعاد الخزان. شنو بي أبعاد الخزان؟ الطول والعرض والارتفاع. دائما قلت لكم أول حاجة في أي سؤال نكتب المعطيات، نفسر السؤال حنحله، نصل إجابة تفسير السؤال. شنو قال لك؟ قال لك خزان ماء على هيئة متوازي المستطيلات. فإذا كان الارتفاع الرمز متاع اتش، ارتفاع الخزان يساوي العرض والعرض يساوي نصف الطول، يساوي نص العلم. تمام عندنا؟ تمام بكر. فالله هم عندي تفسير. والارتفاع هو الارتفاع، والارتفاع هو الارتفاع. تمام. فهني هي نقدر نحول هذه نسموها دبليو. فخلي العلاقة كلها بيش بالدبليو، خلي العلاقة كلها بالدبليو، لأن عندي قانون الفي شنو يساوي لما يبدأ، قلنا الفي تساوي الاريا الارتفاع. فهني شنو؟ خزان مع هيئة متوازي المستطيلات، يعني ما كائن مستطيل. فالمساحة المستطيل اللي هي عبارة عن شنو؟ طول في العرض في الارتفاع. فنخلي العلاقة هذه كلها برمز واحد، وبعدين نقدر نجيب ردها كيف ما هي. فخليها برمز شنو؟ فعندي هنية H تساوي W، نقدر نسمي هذه W ولا ما نقدرش؟ نقدر نسميها، لأن العلامة هنا شنو؟ متساويات. فأول حاجة نحول H هذه هي ونحط مكانها W. فهنية ثاني حاجة W شنو تساوي؟ نص ال، معناتها ال كان تساوي طرفين في وسطين بس، تبقى ال شن تساوي 2W، وهني هي W تساوي W لأن ال H تساوي ال W. فنحوله هنا ال V، أو هني العرض يساوي العرض، معلش العرض يساوي العرض. فال V تساوي ال H، نحول نعوضه مكانها الرمز بتاع 2W ضرب W ضرب W. طب قال V شن تساوي 2W تكعيب، 2W تكعيب. فهذه الفكرة في السؤال. هن لو حليت هذه، جبت هذه المعطى هذا 2W، وبعدين لما نكمل الحل بها حنجيب قيمة W، حنجي نعوض هنية بقيمة W، حنقدر نجيب قيمة ال، نعوض بقيمة W هنية، حنقدر نجيب ال H، من هنية نقدر نجيب أبعاد الخزان. فنكملوا عقاب المعطيات. مليئة بماء كثافته، أعطاك الكثافة، الكثافة كانت تساوي 1000 كيلو جرام على المتر مكعب. تمام. فاحسب، وأعطاك شنو؟ أعطاك الكتلة، معلش أعطاك كثافة، أيوة كثافة، وهني أعطاك الكتلة كم تساوي؟ 6750 اللي هي كيلو جرام. فنبدأ بسم الله. شنو يبي هو؟ أبعاد الخزان. عندي قانون الكثافة، قلنا اتفقنا على قانون الكثافة شنو يساوي، نبدأ سبيتا الكثافة تساوي M على V. الكثافة عندي ألف، والM عندي ب6750، نقدر نجيبه الV ولا ما نقدرش؟ نقدر. الكثافة كم قلنا؟ ألف، نعوض كيف ما هي، تساوي 6750 هنا على الV، عندك مجهولة الV اللي هي 2W تكعيب. تمام. هنضرب طرفين في وسطين بس نسهل العملية أخرى. تبقى 6750 نزلوا هنا تساوي 1000 ضرب 2W تكعيب عند هنا. تمام. تبقى 6750 تساوي 2000، تمام، W تكعيب. نقسم الطرفين على 2000 بس نخلط W بروح بس نقدر نجيبه، وهنا نقسم على 2000 من الطرفين، 2000 هاي تعدي مع 2000 هذه. تمام. هنشوفوا
6750 قسمة 2000. 6750 قسمة 2000 يعطيني الدبليو تكعيب كم تساوي. قسم هذه على هذه يعطيك الناتج 3.375. نبي الدبليو بروحه، هناخذه الجذر الثالث للثلاثة 3.375، تمام؟ يعطيني الدبليو كم تساوي 1.5. نديرها بالآلة الحاسبة، الجذر الثالث للثلاثة بوينت. فهنا جبنا الدبليو. فمثال بسيط، دوب سبيتا سبيتا، خليكم معي. سبيتا سبيتا خزان ماء على هيئة متوازي المستطيلات، باهي. فإذا كان الارتفاع يساوي العرض، باهي، والعرض يساوي نصف الطول، تمام، نصف الطول، ملئ بماء كثافته، أعطاني الكثافة، ركزوا على الكثافة، أعطاني الكثافة وأعطاني الكتلة. الكتلة كم تساوي؟ 6750 كيلو جرام، باهي. نجو نفسروا الكلام هذا. عندي الحجم، قانون شنو يساوي؟ قلت لكم مساحة في الارتفاع. المساحة بما أن مستطيل معناتها المساحة متاع عشان الطول في العرض، والارتفاع تنزل كيف ما هي. نجو نفسروا، نقدر نغيروا هذه، نخلوها دبليو والله ما نقدروش، فنقدر لأن هنا شنو متساويات، لأن علامة تساوي. فنجو الثانية، العرض يساوي نصف الطول، نبغي نخلي العلاقة كلها بالدبليو، تمام. فهني ال شنو تساوي؟ 2 دبليو، والعرض هو العرض. نجي نعوض، وانا ال شن قيمتها تساوي 2 دبليو، والعرض هو العرض، والارتفاع نقدر نحوله، قلنا نخلوه اسمه دبليو، نخلوه اسمه دبليو. اضرب لي هذه 2 دبليو في 2 في الدبليو في الدبليو، يعطيك 2 دبليو تكعيب، تمام. عندنا فجينا قانون الكثافه، قانون الكثافه شن تساوي؟ ام على الفي، ام على الفي. ام كم تساوي؟ الرو لو الكثافه تساوي 1000، مطاليه 1000 كما موضع قدامكم. والام كم تساوي؟ 6750. 6750 هذه 6750 على الفي، قيمة الفي هي 2 دبليو تكعيب. نضرب طرفين في وسطين، ضربنا طرفين في وسطين، تبقى 6750 الف في 2 دبليو تكعيب، تبقى 6000. فنبي نخلي بمعنى الاصح الدبليو بروح، الف في 2 يعطيك 2000 دبليو تكعيب في 6750. فقسمنا الطرفين على 2000، بس تخلصوا من 2000 هذه، بس خلي الالف الدبليو يعني خليها في طرف بروح، خليها في طرف بروح. تبقى الدبليو تكعيب شن تساوي؟ 3.375. فناخذ الجذر الثالث للثلاثة 3.375، فاعطاني الدبليو تساوي 1.5. فنحن اتفقنا من بداية ان الفي شن تساوي؟ اتش في دبليو في ال، تمام. وقلنا الفي تنساوي اتش، قلنا عبارة عن هي شنو؟ هي الدبليو اتش اللي هي شنو؟ الدبليو في الدبليو في ال اللي هي كم؟ 2 دبليو. فنجو هني الاتش تساوي، قلنا الدبليو معناتها الاتش كم تساوي؟ 1.5. عليش؟ لان الدبليو تساوي كم؟ 1.5. نجو ثاني حاجة، ال كم تساوي؟ 2 دبليو. وقال 2 ضرب 1.5 تساوي 3، والعرض هو العرض، قلنا تساوي عرض، تساوي معناتها الدبليو كم تساوي؟ 1.5. معناتها بعد الخزان قال لي انه 1.5 في 1.5 في 3. وهذا يعني سؤال ساهر وجميل، في فكرة بس في الكلام، ونركز مع بعضنا على الكلام. نخش على المثال اللي بعده، مثال جميل وسهل واضح جدا، تلقوه قدامكم في المذكرة. شن قال لك؟ قال لك إذا كانت كتلة لترين من زيت البرافين تساوي 1.6، هني هي عندك كيلو جرام. أحسب الثقل النوعي لزيت البرافين، بما أن اللتر الواحد يساوي 1000 سنتيمتر مكعب، أي 0.001 متر مكعب. فنجو أول حاجة نكتب المعطيات. إذا كانت كتلة ام كم تساوي؟ 1.6 كيلو جرام. قال لك احسب الثقل النوعي اللي هو سبيسيفيك جرافيتي زيت البرافين، باهي. زيت البرافين بما ان اللتر الواحد يساوي 1000، 1000 هذا شنو؟ حجم
بالوحدة. لكن شنو سنتيمتر مكعب؟ أي 0.001 متر مكعب. كيف جت هذه؟ كيف جت التحويلة من هذه لهذه؟ سهلة. تحويل من السنتي، أول حاجة تحويل من السنتيمتر للمتر، شنو نديره؟ من الصغير للكبير. الصغير دائما يضرب أو يقسم، نقسمه من السنتي للمتر نضربه في 10^-2، أو نقسمه على 100، نفس المعنى، تمام. فأنا سنتيمتر مكعب معناتها 3 مرات، معناتها ألف هي الوحدة سنتيمتر مكعب، نقسمه على كم؟ على 100% في 100، هيعطيني الرقم 0.001 متر مكعب. هنا الحجم، حجم يساوي كذا، تمام. شنو يبي هو؟ احسب الثقل النوعي. الثقل النوعي ثبتنا عليه ان كثافة اي مادة على كثافة المية، وعرفنا ان كثافة المية تساوي الف، هذه ما عنديش فيها اي مشكلة. كثافة المية تساوي الف كيلو جرام على المتر مكعب، تمام. طيب وين بيجيبوا الكثافة؟ المادة الثانية، الكثافة شن تساوي؟ ام على في، ام اللي هي الكتلة، تمام، على الفي الحجم. الكتلة عندي ولا ما عنديش؟ عطالي 1.6 على الحجم 0.001، 1.6 قسمة 0.01 يعطيك 800 كيلو جرام على المتر مكعب. هنجيبه الثقل النوعي. الثقل النوعي شن قلنا يساوي؟ كثافة أي مادة على كثافة المية. كثافة أي مادة جبنا توا 800 معلش على الألف، توا 800 × 1000 يعطيك 0.8. شو الوحدة متاعه؟ ليس له وحدة، لأن علاش مالهاش وحدة؟ لأن ليش قلنا وحدتها كيلو جرام على المتر مكعب، وهنا كيلو جرام على المتر مكعب. فالكيلو جرام على المتر مكعب تنقسم على كيلو جرام على المتر مكعب، فسبيسيفيك جرافيتي اوريدي ما عندش وحده. هنزيدوا مثال واحد اخر بس توضح الفكره جيدا. طبعا مثال هذا خارج الشيت كما واضح قدامكم، ضروري نعطوا حاجات برا الشيت ونحلوها. فاكتبوا معايا، خذوا ورقه وبنينه واكتبوا معايا الكلام هذا. شن قال لك؟ قال لك حوض طوله 2 سنتيمتر، فنبي نركز شوية على الوحدات، تركزوا شوية على الوحدات. فكتبوا المثال ذي خارج الشيت قاعد قدامكم، تمام. قال لك حوض طوله، نوضح الصورة بس توضح قدامكم، توضح واضحة كذا به. قال لك حوض طوله 2 سنتيمتر وعرضه 21 سنتيمتر وارتفاعه 3.5 سنتيمتر، احسب كثافة الحوض اذا كان الوزن 19 نيوتن. فنبدأ بسم الله نكتب المعطيات. قال لك حوض طوله، الطول دائما ما عنديش فيها مشكلة 2، لكن شنو الوحدة؟ 2 سنتيمتر. ركز على الوحدات، ركزوا على الوحدات، 2 سنتيمتر، تمام. باينة عندنا نوك شوية بس توضع عندنا الصورة، تمام. مش الصورة مش واضحة بس نوضح الصورة أكثر شيء ممكن، تمام. قال حوض طوله 2 سنتيمتر وعرضه الدبليو كم تساوي؟ 21 سنتيمتر وارتفاعه 3.5 سنتيمتر به. احسب كثافة الكثافة، يبي الكثافة اذا كان الوزن، اعطاني الدبليو كم تساوي؟ 19 نيوتن، تمام. اول حاجة نوحد، ندير التحويل، نحول كل للمتر، نضرب في 10^-2 بس تحول للمتر، هذه تضرب في 10^-2
تحول متر واي تربع في 10 اس ماينس 2، فتبقى 2 في 10 اس ماينس 2 متر، واي تبقى 21 في 10 اس ماينس 2 متر، وهذه تبقى 3.5 في 10 اس ماينس 2 متر. تمام، واضحة الصورة؟ لأن أول حاجة حولنا إلى كل حاجة حولناها إلى متر، كل شيء حولناه إلى متر. فشن نبينا؟ شن قال لك؟ أحسب الكثافة. الكثافة شن تساوي؟ M على V. فنجو هنا نبحث شو المعطيات اللي عندي. ال V عندي الردي، الكثافة مجهولة، والM مجهولة، والV عندي. الV نقدر نجيبها، لV شن تساوي؟ طول في عرض في ارتفاع في عرض، هذه أو ارتفاع في عرض كلها نفس المعنى. الطول كم؟ 2 في 10 أس ماينس 2، الارتفاع 3.5 في 10 أس ماينس 2. تمام، في العرض 21 في 10 أس ماينس 2. لو جبنا هنا كلها لما نضربهم في بعضنا جبنا الحجم اللي هو 1.9 في 10 أس ماينس 3 شن الوحدة متر مكعب. فأنا الحجم أوكي، طبعا عندي كم مجهول؟ 1.2، لكن أعطاني عن طريق الوزن نقدر نجيبه، نقدر نجيبه الكتلة. فعندي قانون نيوتن شن يقول لك؟ قانون نيوتن يقول لك F تساوي M في جي، اللي هي الكتلة في العجلة. فالف وردي عندي اللي هو الوزن هنية، اللي هو الوزن، اللي هو الوحدة وزن. تمام، خلوها الف هنية. فشان عندي مجهول في المعادلة دي؟ عندي الام، الام شن تساوي؟ الاف مضروب في المجهول مقسوم، معروف مضروب في المجهول مقسوم. فتبقى الكتلة شن تساوي؟ اف على جي. اف عندي كم؟ 19، والجي خذوها على الجاذبية الارضية 10، هي 9.81 لكن دائما خذوها 10 تقريبيا. تبقى الام جبناها تو تساوي 1.9، شو الوحده نتاعها؟ 1.9 كيلو ازرا. شنو نبينا؟ فردي جبنا هذه الثاني حاجه، تو شنو نبي؟ نبي الكثافه. الكثافه شنو تساوي؟ ام على في. ام كم عندي؟ 1.9 على 1.9 في 10 اس ماينس 3 يعطيني الكثافة كم تساوي؟ يعطيك كثافة تساوي 10 اس 3 وحدة كيلو جرام على المتر مكعب. فمثال سهل جدا، نعوده من جديد بس نفهموه ويوضع علينا من جديد. قال لك حوض طوله 2 سنتيمتر وعرضه 21 سنتيمتر وارتفاعه 3.5. احسب كثافة الحوض اذا كان الوزن اللي هو الاف نهائي، اذا كان الوزن واضح قدامنا الصورة، اذا كان الوزن اضع الصورة جيدا. تمام، اذا كان الوزن يساوي 19 نيوتن. تمام، فقلنا نكتب المعطيات. اول حاجة عندي الكتلة، اول حاجه ارتفاع 2 سنتيمتر ضربناه بالعشرة اس ماينس 2 عليش بس حولناها للمتر، وبعدين العرض 21 ضربناه في 10 اس ماينس 2 عليش بس نحولها للمتر، والارتفاع ضربناه في 10 اس 3 في 10 اس ماينس 2 بس نحولها للمتر، وهي الكتله تساوي 10، الكتله تساوي 19 نيوتن. هذه تمام. فشنو يبي؟ يبي الكثافه. الكثافه قلنا قانونها ثابت، الام على الفي. فنشوف المعطيات شن عندي وشن ما عنديش، بس توضع علي الفكرة أسهل ويبان علي كل شيء. فهني عندي المجهول الأول وهذا المجهول الثاني، والفي نقدر نجيبوها لأن شنو قلنا؟ حوض طوله أعطاني عرض وارتفاع، نضربهم ببعض هيعطيني الفي أو الحجم، عليه 2 في 10 أس ماينس 2 ضرب 3.5 ضرب 2 في 10 أس 2 تضربهم ببعض يعطيك الحجم اللي هو 1.9. فهني أعطاني الإف، فمن قانون نيوتن نقدر نجيبه الام، اللي هو الام تساوي الاف تساوي
ام في الجي الجاذبية الأرضية، ام الكتلة في الجاذبية الأرضية. فعندي مجهول دائما مضروب في المجهول مقسوم. المجهول عندي شنو؟ ام، قاعدة ثابتة ثبت عليها اللي هي مضروب في المجهول مقسوم. تبقى الام شنو تساوي؟ اف على جي، اف 19 على الجي الجاذبية الأرضية اللي هي 9.81. فدائما خذها 10، انت بس حل عليك الحسابات. 19 قسمة 10 اعطينا 1.9. فعندي هنا المجهول اللي هو الرو تساوي كم؟ ام على في. الام جبناه توا والفي جبناه بكري، فنقسم على بعضا فيعطيني الكثافة. فهذا سؤال واضح وجميل. فناخذ اخر مثال في المحاضرة هذه بس كذاهي، نقول لمينا اول محاضرة عندكم، واضح المثال اللي بعده، هنقراه قدامكم بحيث انه يوضح اكثر وتكتبوا معي، ضروري تكتبوا معي بس يوضح المثال اللي بعده. تمام، شن قال لك؟ قال لك قطعة من الالومنيوم حجمها باهي 0.5 متر مكعب، اذا كانت كتلتها، اذا كانت شنو كتلتها؟ 1350 كيلو جرام. بحسب كثافتها. نعود مثال من جديد بس تكتبوا معي، اكتبوا الامثله هذه خارج الشيت. خارج الشيت قال لك قطعه من الالومنيوم حجمها 0.5 متر مكعب، اذا كانت كتلتها 1350 كيلو جرام فاحسب كثافتها. فنجو نكتب المعطيات كيف ما تعودنا بس سهل الحاجه. اعطاني الحجم كم تساوي؟ سهل جدا المثال هذا، 0.5 متر مكعب. إذا كانت كتلتها، أعطاني الأم، كما عرفتش الرموز هذين مش حتقدر تحل، والرموز هذين يربطانها شنو؟ الوحدات، الوحدات نتاعها 1350 كيلو جرام، شنو يبي؟ يبي الكثافة. فأنا قانون عوض، الكثافة شنو تساوي؟ أم على في، هو هذا المجهول نتاعي، علامة استفهام أنا نديروها. تبقى الكثافة شنو تساوي؟ الكتلة عندي ولا ما عنديش؟ 1350 على 0.5 يعطيني الكثافة، غنساوي 2700 شنو الوحدة؟ كيلو جرام على متر مكعب. فمثال سهل وجميل، يعني ما فيش اي فكرة، واضح جدا وباين فيه كل شيء. تمام، عودوا من جديد. قطعة من الألمنيوم حجمها 0.5 متر مكعب، إذا كانت كتلتها 1150 فحسب كثافتها. الكثافة نساوي M على V، نساوي M على V، M عندي والV عندي. تمام، كل شيء واضح وبسيط. فنديروا مراجعة بسيطة على اللي خذيناه. أول حاجة قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الخواص الفيزيائية المواعي، قلنا الكثافة، الكثافة تساوي M على V. مراجعة كذا يرفرش بس المعلومات ما يرحلش. الام على الفي، الام اللي هي كتلة، هذه كثافة، وحدتها دائما كيلو جرام على متر مكعب، كتلة على الحجم، الكتلة اللي هي الكيلو جرام على الفي حجم، الحجم اللي هو عبارة عن اريا في ارتفاع، فنركز الاريا في ارتفاع، اريا مساحة وانا ارتفاع، وحدة المساحة قلنا متر مربع، الارتفاع اللي هو متر. ثاني حاجة خذينا من الخواص الفيزيائية الموعي، قلنا الوزن النوعي، قلنا اللي هو القامة اللي هو الوزن على الحجم، الوزن على الحجم، وحدة الوزن قلنا نيوتن، ما عنديش فيها مشكلة، على الحجم اللي هو متر مكعب. ثالث حاجة خذينا الحجم النوعي اللي هو قلنا في، وعلى شريطات كذا بس تفرق بينها وبين الحجم العادي، بس تفرق بينها وبين الحجم العادي اللي هو الحجم على الكتلة، الحجم على الكتلة. الحجم اليوم قلنا متر مكعب، والكتلة هي متر الحجم اللي هو متر مكعب، والكتلة اللي هي كيلو جرام. رابع حاجة خلينا ننتقل للنوع اللي هي سبيسيفيك جرافيتي، اللي هو كثافة أي مادة على كثافة المية، وقلنا كثافة المية ثابتة، حتى كما جبتش لك كم في السؤال فتعرفوا أنها ثابتة، 1000 كيلو جرام على متر مكعب. وخذينا المثال الأول وكل شيء هكذا واضح في المحاضرة الأولى، وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله تمر هذا الأزمة ونتلاقوا. ونشكركم على حسن الاستماع، معكم دكتوركم محمد مفتاح العبار، ونلتقي في المحاضرة الثانية إن شاء الله، وبارك الله فيكم على حسن الاستماع.